مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياها. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن مبادرة جمعية إنقاذ حياة طفل، وهي بتتكلم عن مرض الكرونز. النهاردة هنستأنف الكلام عن هذه الحملة، ولكن دعونا نرحب الأول بضيوفنا الكرام. الأستاذ الدكتور عصام بديوي، أستاذ مساعد مناطق الحارة كلية طب الإسكندرية، استشاري أمراض الجهاز الهضمي الكبد مناظير التداخلية، جامعة بوخم ألمانيا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. تشرفت بحضرتك النهاردة يا دكتور. الشرف لي، ربنا يخليك. الأستاذ أحمد عباس، أحد الحالات المصابين بمرض الكرونز. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا بنرحب الأستاذ دكتور إيمان سلام، طبعا منورة البرنامج دايما. الله يحفظك. الله يكرمك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدعي ربنا ان الحلقه النهارده يبقى فيها رساله تنويريه لله بحقوق المرضى. النهارده حلقه خاصه جدا، الحلقه اللي فاتت كانت حلقه خاصه جدا، الحلقه اللي فاتت كان بنحاول بقدر الامكان نسلط الضوء عن الامراض المناعيه اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي نتيجه عاداتنا السيئه، تدخين، الاكل بره البيت. هسأل الدكتور عصام دلوقتي عن قصة المضادات الحيوية واستخدامها، المفرط ممكن يأثر على حاجة زي كده أو لأ. النهاردة هنتطرق في جزء صغير من الحلقة ليه القولون التقرحي، وبعد كده هنتكلم على دور نفقة الدولة في علاج المرضى دول. المرضى دول سواء الكرونز أو القولون التقرحي والعلاج البيولوجي بتاعهم، في كده كاتيجوريز لعلاجاتهم باسعار خياليه فوق، يعني فوق الخيال. مفيش بيت حتى لو فوق المستوى المتوسط او حتى عالي يستحملها. معانا حالات النهارده ابتدت العلاج البيولوجي باول جرعه ب 40,000 جنيه، بعد كده جرعه كل شهرين او شهر ونص ب 18,000 جنيه. نو واي ان حد يقدر يبقب على الكلام دوت. عندنا حالات بتاخد حاجه اسمها ريميكيدو، ده ملوش علاقه بالدعايه، دي حاجات ستاندرد كده في العلاج البيولوجي واصلا مكلفه جدا. الحقنه ب 3,000 جنيه، الحاله بتاخد حسب الوزن اللي بتاخد. انا عندي طفل وامه هيدخلوا معانا مداخله النهارده، الطفل بياخد حقنتين والام بتاخد خمسه، احنا بنتكلم في 7 حقن في 3، يعني بنتكلم في 21,000. دور نفقه الدوله ايه ودور التامين الصحي؟ معانا الاستاذ احمد النهارده. المفروض ان الراجل ده راجل موظف وليه تامين صحي، اصيب بالكرونز والمفروض ان اتكتب له الريميكيد، التامين الصحي رفض. حلها ازاي؟ رفع قضيه. انا عشان اخد حقي اللي المفروض بتكفله وظيفتي واللي المفروض بيتخصم من مرتبي ويتحط في تامين الصحي، انا برفع قضيه عشان اخد حقي، يعني خيال. تمام. النهارده بامر الله ربنا يقدر كده ونحاول نوصل الرساله التنويريه بتاعتنا، ويعيننا جميعا ويعين دكتور عصام ان هو ينور لنا برضو الطريق بتاع قصه نفقه الدوله. وعندنا في الاخر مبادره ان احنا نجيب جهاز له علاقه بالاورام بتاعه البنكرياس. تمام كده. اللي ممكن الكرونز يسببها في مراحل الاخيره، ممكن يسبب ورم، فمحتاجين نعمل تشخيص عن طريق الجهاز دوت. الله المستعان. استاذ مروان، اول سؤال هو اول سؤال المفروض مع حضرتك. طيب احنا تطرقنا للاسباب بتاعه التدخين المره اللي فاتت والاكل في الشارع. انا بقى كسؤال شخصي، المضادات الحيويه، السؤال ده يمسني ويمس اولياء امور كتير، ولادهم بيعيوا وبياخدوا كميه كبيره. انا كان عندي بنتي جالها التهاب سحائي، خدت في حوالي اسبوعين ثلاثه حوالي 100 جرام انتي بايوتيك. قعدنا 3 4 شهور يمكن تلنا، ولحد دلوقتي بنتعالج بالالام بتاعه المعده والترجيع. يعني كانت خرجت من المشكله الحمد لله ربنا يسر بيها، ولكن في الاثار الجانبيه. هل الافراط في استخدام المضادات الحيويه ممكن يؤثر على المريض ويصاب بالكرونز؟ طيب ده سؤال مهم جدا يعني، وده انا اعتقد ان هو يهم الساده المشاهدين والمرضى اللي هم التهاب القولون المناعي او تقرحي. المضادات الحيويه ليها شقين، يا اما بتفيد يا اما بتضر. ولو بتضر مش بتضر باثار مباشره، بمعنى ان انا فعلا في وقت من مرحله من المراحل العيان بيبقى عنده التهابات شديده جدا، وبيبقى في تهيج للبكتيريا اللي هي عايشه في الجهاز الهضمي وبتتحول لبكتيريا ضاره، فلازم انا ادي مضاد حيوي علشان ارجع البكتيريا دي للوضع الطبيعي، لان هي زي ما قلت لك معركه بين الجهاز المناعي ضد بكتيريا، فما بالك بقى بكتيريا كمان غير حميده، فطبعا الجهاز المناعي بيتهيج اكتر والمهاجمه بتبقى اكتر وشده المرض بتبقى اكتر. يبقى هنا المضادات الحيويه لها دور مهم. انما لو واحد بقى خد مضاد حيوي عنده حساسيه من الماده دي،
اللخبطه بتاعت الجسم ممكن تهيئ ايه او تعمل استثاره للايه للمرض، يبقى عن طريق غير مباشر. انما كمضاد حيوي ياثر على المرض وهو اللي يستسل مرض امراض الجهاز الهضمي المناعي، لا الحكايه غير مباشره. والمسكنات كذلك؟ والمسكنات لا، المسكنات لها دور، المسكنات لها دور مباشر. ده سؤال وده سؤال. المضادات الحيويه في بعض الناس لو عندي حساسيه، حضرتك سمعت مثلا حساسيه من السرين يقول لك انا عندي حساسيه من السلفه، انا عندي حساسيه من كده. في بعض الناس بيبقى عندهم حساسيه من بعض المواد الموجوده في المضادات الحيويه. لما تاخده بقى المضاد الحيوي ده بيحصل استثاره للحساسيه دي، فهي اللخبطه اللي بتحصل دي كمان بتلخبط معاها ايه الكرونز او الالستيف كولايتس الامراض المناعيه، بيساعد ويبدا ثلاثه يبقى عامل مساعد مش عامل اساسي. يعني دايما كده بيبقى فيه اختبار حساسيه قبل اي استخدام مضاد ده كافي؟ لو طبعا كافي، بس لو ان شاء الله، بس لو اتعمل صح يعني ما يبقاش خادع، يعني يبقى كويس. صح فين؟ في المستشفيات؟ المعامل تكون معموله صح، ولا معامل الكيتس بتاعت الحاجات دي مكلفه جدا يعني علشان يحافظوا عليها برده، ويبقى وطبعا هو مش شائع. انما طبعا انا مع راي حضرتك ان عيان اللي هو امراض الجهاز الهضمي المناعي اللي بيبقى عنده عامل، كلنا كجسم بشري عندنا حساسيه من بعض المواد المفرطه. انا مش هتكلم مضاد حيوي بس، المفروض يعمل مسح للحساسيه للجسم كله، اكل شرب او ادويه، علشان الحاجات دي لو حصلت بتعمل استثاره للايه للمرض. تمام. المشكله ان الحاجات دي مكلفه. مكلفه. يعني انت حضرتك يعني عايز تقول انه ممكن نعمل تحاليل للجسم كله، ايه اللي بينفع اللي هيج الجين ده او ايه اللي ما بيهيجوش؟ استبعده. الحاجات اللي ممكن ايه، بص زي ما حضرتك، يبقى كان عنده عيان قلب وجاله دور برد، دور البرد برده تلاقي عيان القلب حالته بتتدهور معاه، نفس الكلام عندي في الجهاز الهضمي. انا لما اخد مضاد حيوي وعندي حساسيه شديده منه بيحصل زي نوع من انواع اللخبطه في الجسم، فدي تستثير المرض اللي هو كان ايه كان كامن، يعني حاجه انا كنت مهديها حصل لخبطه في الجسم، فايه استثارت. تمام. مع الايه، مع الاستثاره العامه اللي بتحصل في الجسم. القولون التقرحي في عجاله، هو الفرق هو نوع انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انت اتكلمت عن الكرونز المره اللي فاتت، طيب والنهارده عايزين نتكلم عن يعني المرضين قريبين من بعض ومؤخرين. بالظبط. وحتى الترم بتاعهم اسمه اي بي دي اللي هو التهابات التقرحيه للجهاز الهضمي. في منهم نوعين، الكرونز اللي اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، والالستيف كولايتس اللي هو القولون التقرحي. الفرق بينهم القولون التقرحي من اسمه ما بيسيبش غير القولون، انما الكرونز بيسيب من اول الفم لحد فتحه الشرج. ده الفرق يعني بينهم. تمام. لا، في بعض بقى الفروقات الثانيه دي على المستوى الكلينيكي والتشخيص. في بعض الفروقات الثانيه زي مثلا ايه، على مستوى الانسجه وعلى التغيرات اللي بتعملها. ان الكرونز بيسيب يعني لو خد مثلا الجهاز حته من القولون، القولون التقرحي بياخد السيجمنت كامله، يعني بياخد المنطقه من غير ما يسيب منها جزء، بياخد كل الاجزاء متكامل. الكرونز لا، ياخد حته ويسيب حته طبيعيه، حته ويسيب حته طبيعيه، فدي بتبقى ايه انا شايفها بالمنظر. عشان كده لذلك ما فيش تدخل جراحي بيحصل. وعشان كده بيحصل نوع من انواع الغلط عندنا في التشخيص. انك لازم تاخد من الانسجه اللي انت شاكك فيها، لان ممكن تاخد من نسيج طبيعي في الكرونز فيطلع طبيعي، هيطلع نيجاتيف. تنويه للساده المشاهدين، الرقم الموجود على الشاشه للاستفسار عبر الواتساب فقط، مش للاتصال، عبر الواتساب فقط. تكمل استاذ احمد قال كلمه مهمه جدا برضو، ان ده الالستيف كولايتس حل جراحي. ليه حل جراحي؟ يعني مع ان الجراحين ما بيخافوا يجوا ناحيه المرضى اللي هم عندهم مشاكل، بيستأصل الجزء اللي فيه مشكله ويبدا يعمل بس مصر. المشكله عنده ان هو الانسجه دي انسجه غير صحيحه عليله، يعني ممكن حتى الواسطه اللي هو بيعملها تعمل زي نوع من انواع التسريب بعد كده وتبقى مشكله على العيان. انما الالستيف كولايتس اللي هو القولون التقرحي لا، هو بيعمله استئصال كامل للقولون وبعد كده بيوصله اخر الاثنى عشر على فتحه الايه الشرج، اللي هو من حكمه ربنا سبحانه وتعالى برضو المرض ده ايه بيسيبها. فطبعا خلاص انا شلت الجزء المستأصل، مفيش اي احتمال تاني ان هو يجي في الحته اللي انا ايه اللي هي الباقيه. عكس الكرونز انا بشيل الحته اللي فيها الالتهابات الشديده او فيها مضاعفات. تمام. وانا عارف ان انا برضو بتعامل مع حاجات تانيه ممكن تجي لي ايه، ممكن تكون يعني الاماكن التانيه تكون مصابه. طيب انا بس عشان اعرف ابقى فهمت ونفهم الساده المشاهدين، القولون التقرحي من الاصلح ان انا استأصل الجزء بتاع القولون لا كامل؟ مش على طول للجراحين ده في الحاله. بص حضرتك لو دي دوريات علميه، امتى اقول المريض ده ياخد حل جراحي، او امتى اخد علاج بيولوجي، او امتى ابدا معاه بكورتيزون اميرين، كل حاجه على حسب التدرج بتاعها
وعلى مدى إصابة القولون. إنما الحل الجراحي خلينا بس عشان نختصر على السادة المشاهدين وحضراتكم في الحالات اللي فيها مضاعفات جامدة جدا أو فشل العلاج الطبي اللي أنا مش عارف أتحكم فيها بالحالة حتى بالعلاج البيولوجي. خلاص يبقى أنا هعمل إيه بقى ساعتها؟ لأن أنا كده عندي ريسك إن ممكن يحصل تحورات لبعض الأنسجة لحاجات وحشة أو يحصل مضاعفات زي نواسير داخلية أو خراريج، يبقى ساعتها للأسف الجراح بإيه؟ بيضطر بسبب التدخل الجراحي. لان برضو الناس دي برضو مضاعفات العمليه وبتبقى عمليه كبيره. ايوه ده دي توصيله احنا كده دخلنا في موضوع جراحات السن والكلام ده كله. لا الحته بتاعت الاستئصال دي مش استئصال، ما انت حضرتك بتستأصل جزء وبعد كده بتعيد التوصيل على جزء صحيح مع جزء صحيح. دي بيسموها ايه؟ الوصله يعني. الوصله دي ممكن يحصل نوع من انواع التأثير فيها، وممكن يحصل تسمم في الدم والمريض لا قدر الله يحصل ممكن تؤدي بحياه المريض. فبرضو العمليات دي برضو علشان اخد قرار فيها، انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان مرض القولون التقرحي او مرض الجهاز الهضمي ده المفروض يبقى تيم ورك، انا والجراح وبتاع الجلديه وبتاع الروماتولوجي وبتاع المناعه والانسجه والرمد والاشعه، علشان ناخد قرار صح. العيان المريض يمشي زينا، لو كل واحد هيمشي من رؤيته المريض هو في الاخر هيدفع الثمن. تمام. طيب القولون التقرحي، احنا حضرتك اتكلمت عن ان القولون التقرحي ممكن يكون في الحل جراحي. تمام. طب الحل العلاجي فيه، حضرتك تكلمت عن الكرونز المره اللي فاتت، قلت الكرونز ممكن ياخد مدى الحياه. تمام. طب الحل العلاجي في القولون التقرحي نفس الكلام هو ده خلل في الجهاز المناعي. بيشوف البكتيريا بتاعه الجسم على حاجه اسمها حاجات غريبه بيهاجم فيها. انا هشيل الجهاز المناعي بتاع جسم حضرتك؟ لا طبعا، هيفضل معانا لحد ما ايه؟ لحد ما يتوفانا الله. تمام. يبقى ده مرض مزمن، ده خلينا نحسبها. انما انا هدفي في العلاج ان انا اهدي الجهاز المناعي ده عشان اقلل محاربه الجهاز المناعي للبكتيريا في القولون والانسجه بتاعت الجهاز الهضمي. الانسان طبيعي بالظبط، تبقى ترجع قرب الطبيعي، وبعد كده احافظ على الوضع ده زي ما كنا عندك حضرتك بالظبط. معلش يعني يعني ايه يعني اشبهها بس بسرعه في عجله، حد عندك واحد من اولادك شرير جدا وانت بتحاولي تسيسيه وتروديه بحيث ان هو اخلاقه تبقى حميده ويتماشى مع المجتمع اللي حواليه، بس على قد انما لو استثرتيه ايه اللي هيحصل؟ هيطلع جواه ايه؟ الوحش. ده اللي بنقوله. احمد عباس، انا كايمان فخوره بيك. الله يكرمك يا دكتور. والله وبدل الناس كلها هتقلده على فكره. ليه شرف يا دكتور والله. الله يخليك. ليه شرف. احمد قول لنا كده حكايتك بسرعه، ومحتاجه مداخله استاذ احمد كيلاني المحامي اللي مسك القضيه بتاعت احمد عباس. والله هو الموضوع كان نوبات شديده جدا. دكتور عصام طبعا استاذنا ومعلم اجيال، عارف نوبات شديده بتاعت الكرونز، مش عارفين نوصل ايه سبب النوبات دي. الالم شديد جدا بيحصل، بنتاثر باكل معين بناكله مش قادر افهم ايه الموضوع. بدانا نتحرك شويه في اتجاه بطنه، وبعد كده عملنا سي تي انتروجرافي كذا مره، بدا يظهر يعني خلايا، قالوا طيب احنا محتاجين نخش نعمل عينة تلسكوب كولون تلسكوب، يعني نخش بمنظار قولون. وبالظبط كده، وبداوا يرشحوا دكاتره لحد ما ربنا كرم 2014 احنا الاستاذ دكتور اسامه عباده وصلنا له وعمل منظار قولون. عدد ايه عشان توصل مرحله التشخيص؟ احنا بعد تقريبا يعني سنين يعني احنا. وسؤال بس بدون مقاطعتك، انت المرض بتاعك في الاثنى عشر مش كده؟ هو للاسف في انتشار الخلايا موجود طول القولون او في الاثنى عشر. عشان كده خد وقت. عشان مش اي حد بيوصل المنطقه دي في بتوع. عشان كده برضو هنا دايما بنوجه رسالتنا دايما شباب الاطباء الصغيرين وكده، ان دايما لما يعمل مسح للقولون لازم يمسح اخر الاثنى عشر من ناحيه القولون. ان في بعض الناس الكونسبت بتاعهم من الدكاتره الاطباء والشباب ان هو ايه القولون بس واخره. يعني احمد كان متصاب من الحته دي، يعني لولا دكتور اسامه، ودكتور اسامه الناس الافاضل طبعا دخل الحته دي وصل، ما كانش مشخص حاجه. إيه ان هي دي اول حته بيسحبها الاليم. الاليم بالظبط، وصل الاليم وقدر ياخد بايوبسي من الاليم والحمد لله. بعد ما عملنا التحليل بتاع الباثولوجي بتاع العينات ظهر بقى الكورونز. اشتغلنا فتره كبيره حوالي سنه ونص سنتين تقريبا، كورتيزونات سوليوبريد وإيميوران، يعني هو كان على امل، الدكتور كان عنده امل ان يحصل يعني مع العلاجات الخفيفه صح كده. مع الكورتيزون يبدا تمشي. بكورتيزون طبعا. انا عايزه يحكي حكايته من غير حد ما اقطعه، لان هي دي القصه اللي احنا بنقابلها كل يوم. وعلى فكره هو كمريض ربنا يشفيك يعني معاناه والله. يعني قبل ما اطلع هوا انا كنت محجوز في مستشفى، بفكر ازاي كدكاتره، وهقول لك في الاخر الكلام ده صح ولا ايه ولا الكلام ده غلط. يعني كنت محجوز في مستشفى حضرتك، حاولت الاول وجاي عشان اطلع معاكم على الهوا. حضرتك حاولت دلوقتي الكورتيزون، قلت على الكورتيزون بدانا اشتغلنا والاميولان. ممكن تقول لي اللي انت خدته في الاول؟ وبنتازا وفوليك اسيد
وبعض الادويه اللي هي مطهرات للبكتيريا بالظبط، كولوسيلازين. يعني اشتغلنا فتره بعلاج على امل من الدكتور اسامه ان ربنا يمن علينا بالشفاء، قدر ربنا وما حصلش شفاء. او هو طب خفيت عليهم ما خفتش؟ الاعراض قلت ولا ما قلتش؟ يعني والله التحسن كان نسبي يا دكتور. نسبي؟ كان نسبي يعني. بنسبة يعني كام يعني؟ كان بيحصل نوبات بس كانت على فترات متباعده شويه عن الفتره الحاليه، دلوقتي الامور صعبه شويه. تمام. ما هو التحسن عندك حاجتين، يا اما الاعراض تقل تبقى حاجه بسيطه وانت متحملها، عشان دايما بقول المريض كده، او تتباعد معاك، كان بيجي لي كل يوم بقى بيجي لي كل 3 ايام، بس لازم تتباعد خالص لحد ما تختفي. تحسن كامل بيحصل في المرضى في خلال من شهرين 6 شهور، ما ينفعش احكم على العيان خلال اسبوع. ولازم افهم المريض الحكايه هتطول شويه لان يبقى برضه مفيش مشكله. فاكمل احكم وبعدين يعني ما تحسنتش عدل يعني ما يعني تحسن المرجو اللي كان. فضلت قد ايه بقى على الكورتيزون والاميونان والبنتاسه فتره كبيره؟ أنا هو الدكتور بعد سنه ونص يعني. بعد سنه ونص سنتين كان قال لي نروح للاتجاه، كان ظهر لسه العلاج البيولوجي في اوله، نروح لريميكيد. مع طبعا انا موظف. اخدته كام؟ احنا اكتشفنا في 14. لا عايز كان عايز اديك امتى ريميكيد؟ ريميكيد في يعني بيتهيألي في 16. لا ده كان طالع من زمان. ماشي. يعني في 15 اول 16. هو يمكن دكتور اسامه يعني ايه عشان ما يبقاش ما يثقلش عليا مثلا، لان هو عارف ان ده علاج مكلف جدا وعارف ان انا موظف في حته العلاج المكلف جدا. العلاج البيولوجي ده لود رهيب جدا، حتى البنتازه والاميوري والكلام ده كله برده مكلف. بس يا دكتوره يعني ممكن يعني ممكن ما اكلش عشان اجيب علاج. الموضوع صعب، بيعمل 1000 وشويه مثلا كل شهر. المرض مؤلم، والدكتور عصام عارف شده الالم بتاعت المرض. احنا عندنا اصلا عياده من العيادات اللي ممكن نقترحها في التجمع، في المجمع اللي بنعمله عشان مجمع الامراض الامراض الجهاز الهضمي المناعي. هيبقى في عاده نفسيه، لان في بعض الناس بيجي لهم حاله نفسيه مش عارف يمارس حياته. يعني سيبك من الالم. لا مش الم، ضغط نفسي رهيب. وغير كده كمان بيبقى عندهم اسهال شديد جدا، يقول لك انا مش عارف اروح الشغل. يا انا بحاول الشغل، انا ليا اصدقاء. فالناس ناس حياتهم بتبوظ بالظبط كده. ليا اصدقاء وناس اصدقاء ليا مش قادرين يتعاملوا مع الناس. الموضوع ان واسع عندها بيزنس مش قادر يتعامل، مش قادر يدير البيزنس بتاعه بسبب الالم المستمر والضغط النفسي. واحيانا طبعا بيحتاج ان ياخد مسكنات قويه ونالو فين وحاجات عشان يقدر يتعامل. بيعمل عمليات، بيعمل ضغط. وصلت لنالو فين؟ ضغط نفسي رهيب. يعني الموضوع صعب جدا. حياة شخصية تتدمر كمان، فيها من وكمان من الشغل كمان. حياة شخصية تتدمر. انا عرفت واحد في بداية المرض يا دكتور، هو مش صديقي، هو صديقي يعني، قال لي هو مش قادر يتعامل مع الناس، هو ما بينزلش، بيعيط وفي حالة صعبة جدا في البيت. لا ده الجانب النفسي ده 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 موضوع تاني جداً. كمان مهم جدا في المريض ده، خصوصا في المريض اللي هو مرحلته شديده شويه. لازم يبقى في واحد معاه اخصائي نفسي، مش شرط يبقى دكتور بس لازم يبقى في اخصائي نفسي عشان يعرف يفهمهم يعني. يعلم الروح المعنوي يفهمه. لازم انا كدكتور افهمه طبيعه المرض. لو انا ما فهمتوش طبيعه المرض العيان ده مش هيسمع كلامي نهائي، لان هو المرض ده ويفز، انا مش هخففه. هو بتروح وبتطلع وبتروح وبتيجي. فهو لما يسمع كلامي ويبقى فاهمه هيبقى عارف ان الويف جايه له، بس ايه هو فاهم انها هتروح، فمطمن نفسيا. عكس ما يقول لك ده العلاج مش جايب نتيجه ويبدا بقى عيني بيعانوا بعد كده. بيحاول ينعزل عن الدنيا، الموضوع صعب جدا. احمد في حته يعني العلاج يعني ضغط نفسي وضغط مادي. عايزين ندخل في الضغط المادي. انا جايب لكم ده الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا. انا اتجهت طبعا لما الدكتور طلب العلاج. يا دكتور عصام انا موظف طبعا في شركه وظروف اهلي يعني على قد حالهم. كتب لك ايه؟ كتب ريميكيد. في الوقت ده ما كانش معايا طبعا فلوس، ما اقدرش اغطي. علاج بيولوجي يعني. هو اسمه فليكس ماب. في الاسم العلمي بتاعه فليكس ماب. لو يعني في جرعات تحفيزيه في الاول زيرو، اسبوعين، 6 اسابيع، على حسب الوزن، شهرين لمده سنه. يعني اللي في الاول الشويه اللي في الاول دول بيسموها جرعات تحفيزيه يا دكتور. جرعات لودنج دوز يعني اللي انا برفع نسبه الدواء في دمه، وبعد كده بحافظ بقى ان ايه ما تبقاش مش كل واحد على حسب وزنه. كل واحد على حسب الوزن. هي طبقا للوزن يا دكتور. بتاخد الافرج او المتوسط بتاع كام حقنه مثلا كل شهر؟ انا حاليا شغال 3 كل شهرين. في حاجه هقولها مهمه يعني بس فيما بعد. انا القصد ايه؟ ان في الوقت ده دكتور عصام ما كانش معايا امكانيه ماديه، ما كانش معايا فلوس ان اقدر اجيب. هو ده احنا الموضوع صعب جدا يعني. حتى لو معاك الموضوع مجهد للغايه بالظبط. ما احنا عايزين الموضوع ده اللي أكتر احنا جايين نتكلم عنه اكتر من صديق واكتر من سبيل. وحتى في الوقت ده دكتور عصام لما خدت قرار ان يعني إن نرفع قضيه في مجلس الدوله. ايوه. ومجلس الدوله ربنا يحفظهم طبعا ناس حكمولك محترمه جدا. الحمد لله رب العالمين. دي كارثه ثانيه على فكره اللي بقولها، انا هعلق عليها بعدين. دي كارثه ثانيه. المحامي ايوه دي كارثه ثانيه. استاذ احمد كيلاني معانا على التليفون. استاذ احمد السلام عليكم. استاذ احمد وبركاته. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد، نورتنا.
الله يخليك يا رب. قول لنا كده ايه اللي حصل في القصه ديت قانونا؟ بالتفصيل قانوناً عشان الناس تبقى فاهمه دنيتها. قانونا طبعا، ان طبعا المفروض ان اي مواطن في مصر من حقه ان هو يتعالج على نفقه الدوله او التامين الصحي لو هو شغال في اي جهه. اللي حصل ان احمد جالي كان مؤمن عليه في شركه، هو شغال في منطقه برج العرب، شغال في شركه ودخله ضعيف جدا، كان تعبان جدا ومريض بمرض مزمن التهاب مناعي اسمه كرونز. ايوه مرض كرونز. كتب كده لجنه طبيه من التامين الصحي ونصحوه ان لازم له علاج، ولكن ده مش مدرج على هيئه قوائم التامين الصحي اللي بتتصرف للمواطنين. فكان علاج ده كان باهظ الثمن جدا، والكلام ده سنه كام؟ واحمد غير قادر ان هو يسدد. معلش هو الكلام وصلت للمحكمه الدعوه 22/8/2016. استاذ احمد ده كده وصلت للمحكمه اقرناها حضرتك بقى بنتكلم في الموضوع. حضرتك القرار اللي طلع لحضرتك كان سنه كام؟ ان هو غير مدرج، ان هو غير مدرج على قوائم التامين الصحي، وحتى الان غير مدرج. لا هو مدرج، مدرج من زمان. حتى غير مدرج كان من 2016. لا ده لما الدكتور بيقول دلوقتي ان هو مدرج. دكتور عصام انا هحكي لحضرتك اللي حصل. ثواني بس نسمعهم. اتفضل يا استاذ احمد. ثواني اصل الحاجات دي فعلا مشاكل جامده جدا. هو قانوني وفعلا ده غلط اللي بيحصل. ما نعملش عليك انت، هقول لك انا فين. اتفضل يا استاذ احمد كمل. فرفعنا دعوه في مجلس الدوله بالزام التامين الصحي ان هو يصرف له الجرعات دي، على اساس ان في لجنه طبيه مقرره ان ده مرض وكده، وان هو محتاج الجرعات دي على لفتره سنه. والحمد لله ربنا بعد توفيقه اخذنا حكم بالزام التامين الصحي بان هي تصرف له العلاج. قعد طبعا الموضوع ده اكثر من سنتين ولغايه هذه اللحظه. طبعا هو لا زال استاذ احمد، الدكتور عايز يسال حضرتك سؤال. معلش بس عشان ما نظلمش حد بس ونبقى عارفين كل اللي علينا. حضرتك بتقول كان في قرار من لجنه طبيه ان احمد لازم ياخد العلاج، اللجنه دي اللي هي لجنه الثلاثيه بتاعت التامين الصحي ولا لجنه خارجيه او قرار موصي بيه من دكاتره خارجيين ان هو ياخد الدواء؟ كان من دكاتره خارجيين يعني اللجنه الثلاثيه بتاعت التامين الصحي ما صرحتلوش، رفضت ان هو ياخد العلاج ده، رفضت التوصيات الخارجيه اللي جاله مضاد. العلاج ده على اساس ان تمام. في علاج تاني ماشي، ولكن ماشي. اقل في الجرعات من العلاج ده. ماشي بس هو وده طبعا محكمة. يعني هو لو محتاج فعلا العلاج ده ليه ما ياخدوش اكتر؟ ما دي مصيبه ثانيه. احنا هنعالج الناس باحكام المحكمه والمفروض نعالج بالطب. القضايا دي المفروض دي مصيبه ثانيه. القضايا دي هو كموظف تامين صحي نقدر نقول ان هو كسب قضيه زي ديت وتم صرف العلاج له. هل المرضى اللي بيندرجوا بقى تحت نفقه الدوله اللي ما لهمش تامين، هل نقدر نعمل معاهم حاجه زي كده؟ ايوه يا فندم طبعا. تمام. هو المفروض قانونا الدستور في الماده 28 منه بتقول ان الـ 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 ان الدوله مسؤوله عن الرعايه الصحيه للمواطنين في علاجهم وفي وقايتهم، يعني الحاجتين دول. تمام. طبعا ده شامل ال 5% اللي هم ذوي القدرات الخاصه، لان احنا برضو عندنا حالات في الجمعيه مرضى من ذوي القدرات الخاصه وبيحتاجوا علاجات زي دي. بس ليه حتى ده هو حتى قرار من مجلس الدوله وانا يعني ما هيتوجهش الدوله مجلس الدوله ان هم ياخدوا الادويه ديت لن يتم صرفها لان هي غير مدرجه على التامين الصحي لان هي حاجه غاليه جدا. تمام. طب التامين ما بيغطاهاش للاسف، بيدي لهم حاجه مقابله ليها وبتبقى في اقل في الجرعات الكميات كده. شكرا استاذ احمد، شكرا على وقتك، كتر الف خيرك. اضافه انت قلت لي معلومه دردش مع استاذ احمد قبل ما نرفع القضيه، قال لي طب يا احمد انا يعني ما صادفهوش يعني قضيه بالشكل ده. قلت له هو الموضوع كذا كذا كذا، ادراج العلاج يا دكتور ان العلاج يكون على 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 قائمه التامين الصحي في الوقت ده ما كانش مدرج. تمام. هو اللي حصل هقول لحضرتك التفاصيل. لما طلبت من الاستاذ احمد ان يرفع لي القضيه اللي احنا كسبناها الحمد لله، طلبنا طلبين. ان انا يتحكم لي باخد العلاج نظرا إدراك. للتكاليف للتكاليف بالظبط كده. قلت حتى إدراك. تبقى صدقه جاريه ليا بعد ما اموت بالظبط كده، بعد ما اموت تبقى صدقه جاريه ليا ان كل اللي يحتاج العلاج ياخده. ما حدش يقدر يدفع علاج بالشكل ده يعني مهما كانت وظيفته، العلاج مكلف جدا.
المحكمة الحمد لله حكمت لي بان انا اخد العلاج والحكم قدام حضرتك، ولكن لم تحكم بإدراجه. بعد ما الحمد لله كسبنا القضية بدأت الناس تعرف ان احنا كسبنا القضية، فبدأت الناس ترفع قضايا بالمس، بدأت الناس وعايزين ياخدوا حكم بالمس بالظبط كده. لما السيد الرئيس لقى عرف بكده قال لا، احنا ممكن اللي يحتاج العلاج يجي لي وانا هقشر له عليه. طبعا ناس كتير كانت بتروح له. ف انت بتاخد كام في الموضوع بقى لود على 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 رئيس الهيئة. كام في الشهر؟ 3. باخد 3 كل شهرين دلوقتي. كل شهرين بس في موضوع تاني، مشكله تانية هكلم حد فيه كمان شويه. ان هو قال له ما انا جالي في الكلام بحكي بس لساعتك التفاصيل. فبعد ما قال الناس تجي لي، فلما لقى الناس كتير تعبانه، ناس كتير عندها كرونز، فقال اصدر قرار بتشكيل لجان العلاج البيولوجي اللي انا بتعرض عليها دلوقتي، اللي هي اللجنه اللي موجوده في ما كانش موجوده. هي دي بقى مشكله احمد. انا كنت هقوله انت حضرتك كنت عايز تعقب ايه؟ تعالى هنا التعقيب بتاع حضرتك. اعقب لحد هنا. هو طبعا هي دي مصيبه ان انا كدكتور المحكمه تلزمني ان انا ادي علاج المريض. ايه اللي وصلني يبقى للمحكمة؟ يبقى انا كده عصبتنا. انا كده ما عندناش طب في مصر. لان انت لو انت مش حاطط بروتوكول محترم تعرف امتى تعالج المريض والعيان اللي قدامك ده يستاهل ولا ما يستاهلش علاج، دي في حد ذاته مصيبه. لما دكاتره بتمشي بامر محكمه دي مصيبه. يعني انت خلاص يبقى بص، طالما هو كسب حاجه، وعلى فكره انت معاك حق، لان هم المفروض هم كانوا يقشروا لك على العلاج ده. يا دكتور ده لان انت عندك جايد لاينز ودولات علميه، ده فيليا للتريتمنت، خلاص لازم كان يديله علاج البيولوجي. كان يبقى صريح، والله الدوله مش بتوفره، انما يقول له انت مش محتاجه ولا مش محتاجه، دي حاجه بقى ايه بتاعته. والدوله كانت بتوفره، بس هو مشكله في التامين. خليه بس اوضح التامين والنفقه الدوله، انا ماسك الحاجات دي. التامين المشكله ان انت بتعرض علاجنا، اللجنه دي لجنه ثلاثيه ما لهاش علاقه باللي بره خالص. تمام. فانت بتجي له وتقول له الدكتور اللي بره عايز كذا، ما دي برضو ايه يعني نوع، يعني انت المفروض تقول له ايه، انا تحكي له قصتك، ما تقولوش الدكتور اللي بره. ما فرضش عليه كلام لانه دكتور برضو. بس المشكله انت تامين صحي اسكندريه ولا اسكندريه؟ اسكندريه. المشكله ان ماسك الحاجات دي في التامين برضو مش التخصص، يعني بتوع حصل مشكله في الاسماء، بدوع روماتيزم. لو حصل مشكله في الاخر دكتور، طب ثواني يا جماعه، بدوع روماتيزم. عشان كده انا احنا طالبنا من فتره ان يا جماعه لو سمحتوا العلاج البيولوجي ما يبقاش في ايد جهه مش دكتور. هو طبعا بتوع البيولوجي اصلا معمول بين، هو في اعراض، في انديكيشن، وفي حاجات باخدها بيني وبين عين بيني وبين الجهاز الهيكلي زي الروماتويد والانكلوزنج والحاجات دي كلها. فالحكايه عايمه بيننا احنا الاثنين، احنا الاثنين الادويه دي بتفيد الامراض عندنا. تمام. طيب انا دلوقتي ما بفهمش في الروماتود ولا في الزئبق الحمراء ولا حاجات زي كده. لما اجي له عنده كده هروح محوله لبتاع المناعه والروماتيزم، بقول له لو سمحت شوف جرعتك ايه في العلاج ده اللي بيختلفوا عننا. هو بقى في التامين اللي بيحكم الكلام دول بتوع روماتيزم. طب هيفهموا منين؟ مش هيفهم العيان ده. الحل بتاعي حول التخصص. المفروض التامين الصحي المفروض يعمل عيادات للمرضى فعلا انتشر، يعمل عيادات جهاز، يعمل عيادات تخصصيه للعلاج البيولوجي للجهاز الهضمي وبقيه التخصصات كمان اللي مش موجود في الروماتويد بس. يا ريت يا دكتور والله، نتمنى والله يا دكتور، لان ده عمل مشكله في الاخر. ده غلط. ده عمل مشكله في الاخر. فلما يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان ممكن في بعض الحاجات اصلا، في بعض الامراض. ده انا قعدت 6 شهور تقريبا على ما نفذت الحكم، يعني صدر اذكر شهر 7 تقريبا 2017، نفذنا بعديها بفتره برضه. بس هم بيصرفوا دلوقتي مشاوير كتيره جدا، بس هم بيصرفوا جدا على ما نفذت، مع ان حكم محكمه واجب النفاذ، ده حكم مجلس دوله، حكم درجه اولى ونفذه. ده انا حربت عشان الحكم استاذ وليد الحمد لله اتنفذ، بس بعد مشوار. ادم لو سمحت دخلها لنا على الهواء دلوقتي عشان يتنفذ يعني. الحكم قطعت شوط رهيب والله كان صعب جدا، وقلت لهم لو ما نفذوش الحكم دلوقتي دخلها لنا على الهواء فيها في نفس الحوار. يعني نفس انا هطلع على مكتب الوزير قعدت قد ايه قبل ما نفذت؟ شوف سعادتك الحكم صادر امتى واول جرعه اخذناها امتى. يعني شوفي تاريخ صدور الحكم في اخر صفحه، اعتقد 6/7 لحد شهر 10، 3 شهور الموضوع مستمر ما بين القاهره وما بين اسكندريه، ما بين اداره ستانلي وما بين القاهره عشان انفذ. أنا مع اني معايا حكم واجب النفاذ. طب انت لحد دلوقتي ما نفذتش؟ لا انا نفذت الحمد لله. الحمد لله. طب دكتور انا عايز افهم حاجه. ثواني بس يا دكتور ايمن، حل الموضوع ده يعني، وكل واحد عنده مثلا كرونز او التخصص طب ازاي التخصص في يعني التخصص بمعنى ايه؟ بمعنى كل واحد بيحل المشكله الاول ازاي؟ كل هيئه عامه، مش كل واحد كل هيئة حكوميه اصلا بالظبط لازم في احترام التخصص. دلوقتي حضرتك لما بتروح تقول انا بطني بتوجعني، التخصص زي ما كان بيقول لك دكتور اي دكتور بطني، لا انت حضرتك دلوقتي بتسخن ايه؟ انا عايز دكتور بطني جهاز هضمي، ومش كده بس كمان انت دلوقتي ايه؟ دكتور بطنه في امراض المناعه، ودكتور بطنه بيعمل
مناطق قنوات ملاريا جهاز هضمي يعني في يعني كمان بقى في سب سبيشاليتي يعني كل تخصص يعني فيه تخصص دقيق. الناس التقييم الصحي طبعا ان لازم يبقى في لجنه لازم كل هيئات ده الافضل للدكتور ده العلاج البيولوجي يتم تداوله عن طريق لجنه خاصه بالجهاز الهضمي ملهاش علاقه مش بطنه. الدكتور قبل الهوا كان بيحكي لي عن دكتور في المانيا كان عارف المانيا كان البطنه دي انا دلوقتي ما اخد دكتوراه بطنه ماشي خلاص التخصص بتاعك ايه؟ يجي يسالك التخصص بتاعك ايه؟ ما في بطنه قلب وفي بطنه صدر ما ده بتاع بطنه برضه ما انت حضرتك بتخش تقولي انا دكتوراه بطن عامه طب تخصصك ايه حضرتك؟ طب نراعي التخصص يعني نطلب من هيئه التامين الصحي تراعي لنا التخصص بالظبط يعني ده مصير بني ادمين وناس ممكن تموت وجرعات علاج ما ينفع زيها زي الكيماوي بالظبط المريض محتاجها ومن غيرها العلاج بيتفاقم ممكن يفقد حياته يعني ايه خارج التخصص ويحكم في حاجه ويقول لا وهو اصلا مش فاهم حاجه يعني ده حصل في اخر اخر عرض على اللجنه ده حصل وقلل الجرعه فايل مع ان زي ما الدكتور اصلا عارف ان هي طبقا للوزن فما فيش يعني ما فيش مجال اصلا يقلل وانا مش فاهم المنطق جاي منين المنطق جاي مثلا ان حاجه زي الروماتويد او حاجه اللي بتيبس العمود الفقري ممكن من تبعاتها يبقى فيه كرونز فانا بحط الاصل يعني انا مش فاهم الفكر لا ان انا اجيب لجنه كده هم بيستخدموا الحاجات دي في امراضاتهم طيب في المرض استاذن حضرتك بس يا دكتور عصام مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره اخرى هاني حب يعمل خير هو ومراته فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ أن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض 10,000 عملية قلب 8,000 عملية مخ وأعصاب 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة 2,000 حالة أورام 1,500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى سداد ديون أكثر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام 100 مشروع متناهي الصغر كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده أنت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شارك معانا ولو بالقليل بنك مصر فرع إيزيس الكرام ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى دكتور عصام عشان نخرج من الحالة الجدلية دي ويعني ونطلع من النقطة دي إيه الحل في الموضوع ده مش كل واحد هيروح يرفع قضية في مجلس الدولة أو في القضاء عشان ياخد حقه أو عشان يتصرف له علاجه إيه حل حضرتك؟ إن هو الهيئات ووزارة الصحة والهيئات الحكومية والهيئات التعليمية يتحدوا مع بعض ويعملوا هيئة زي ما سبب نجاحنا في تجربة فيروس سي هو فعلا الناس تم اختيارهم بعناية انت عارف طبعا في ناس لا غبار عليهم زي دكتور جمال عصمت وهو المتبني الحمله دي اصلا تمام. الناس اللي ليها اهتمام بالامراض المناعيه ده تخصص يا جماعه ده في مراكز بره ما بتشتغلش غيره في دكاتره بره ما بتشتغلش غير مرض مناعي ما بتشتغلش جهاز هضمي خالص غير الحكايه دي ما ينفعش حد يقول انا بتاع بطن عامه اشتغل لا لازم تكون كمان بتاع جهاز هضمي وعندك خبره في المرض ده وعندك حالات شفتها فطبعا لازم يتم انشاء مبادره لتبني المرض ده على اساس ان هو مرض من الامراض القادمه اللي ممكن يعمل مشاكل زي السكر والقلب الاتحاد اختيار علماء واختيار ناس ليهم خبره في المرض ده على مستوى الجمهوريه عشان يحصل تعاون على مستوى الجمهوريه كله بين الخبراء في المجال ده بالظبط كده تجربه فيروس سي طيب نفهم كده الناس احنا عملنا ايه في دي وعلى فكره لو انا عملت كده لو احنا عملنا كده ومبادره اتعملت وفي يبقى في مركز موحد لينا لتشخيص المرض ده وعمل ابحاثنا وعمل استنتاجات عن المرض لان طبعا احنا ما ينفعش نستشف العلم بتاعنا دايما من بتوع بره لان احنا القولون بتاعنا غير القولون بتاع الراجل الاوروبي غير القولون بتاع الراجل الامريكاني ما ينفعش
كل شويه اه طب امشي تبع الدولات الاوروبيه. طب احنا مشكلتنا في فيروس سي اللي احنا مش هنا تبع الامريكان وتبع الاوروبيين، وبعد كده ولقينا ان النوع بتاعنا عكس النوع اللي بره. طب وبعدين طيب انت بتعمل ايه مناعه للمرض؟ لازم يتم دراسه المريض المصري بعنايه فائقه، وايه الامراض اللي انا عندي؟ ما عندي انيميا مزمنه، وعندي امراض حساسيه بتاعت لاكتوز، وعندي امراض حساسيه مفضله نتيجه بعض العادات، عندي انيميا، عندي انيميا حمى البحر المتوسط، عندنا بالهرسيا بتسيب مثلا القولون. احنا قررنا بره فيش الكلام ايوه بره فيش الكلام ده طبيعه الاكل مختلفه يا دكتور، وطبيعه الاكل مختلفه دكتور. احنا من غير الطبيعه انت قلت نقطه دلوقتي، البلهارسيا بتسيب القولون برضو؟ اه طبعا. انت حضرتك مش عارف ان في بلهارسيا دي، في شيزوما منسوني بتيجي اصلا في القولون، بيبقى عرض في بلهارسيا في البول وبلهارسيا في البراز، دي المنسوني بتيجي في الايه في القولون. تمام. وبعد كده لو احنا كعلماء فعلا عملنا الكلام ده وابتدينا نعمل ابحاث علشان فايده المريض المصري، صدقني لو انا قعدت مع اي مسؤول في الدوله هيبقى بسهوله جدا ان انا اقنعه بوجهه نظري، والدوله مش هتتاخر وهتدي العلاج ده للمريض. بس اهم حاجه تفهم زي ما ليه؟ حصل في التجربه بتاعت فيروس سي، زي ما حصل مع تجربه فيروس سي. معانا ام ادم على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك يا دكتور. ام ادم احدى حالات الجمعيه، جمعيه انقاذ حياه طفل، هي وابنها بياخدوا علاج بيولوجي اسمه ايه عشان الاسم الانفليكسيماب؟ اه ده الحقنه ب 3000 جنيه 3020 جنيه 3020 ده صحيح نزلوها ام ادم نزلت كده كانت اغلى. ام ادم ابنها بياخد حقنتين، هو بيبقى على حسب الوزن، وهي بتاخد خمس حقن، مظبوط كده؟ ايوه صح تمام. تمام. ليكي قصه كده في، انت ابتديتي طبعا في نفقه الدوله قبل ما توصلي لنا، فاحب اسمع. انا بدات الاول في نفقه الدوله، قلت اول ما عرفت ان انا عندي الكرونز، لان انا اصلا مريضه روماتويد قبل كرونز بخمس سنين كده. هي روماتويد اصلا دي بقى حاله صعبه جدا. هي روماتويد اصلا دي حاله صعبه. ويتش بقى. طب الربط بين الروماتويد وكنت باخد وجربت كل البيولوجي، جربت الهوميرا وجربت الامبريل واخر حاجه جربت الاكتمرا، ويعني اتحسنت عليها شويه. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا كنت بتشال، كان جوزي عشان اخش الحمام كان يشيلني على ظهره، انا ما كنتش بتحرك من على السرير. زوجك شغال ايه يا ماما؟ سواق. تمام. كان بيشيلني على ظهره عشان اخش الحمام عشان اتحرك، ما كنتش بنزل، ما كنتش بتحرك من مكاني خالص. بدات الامور تتحسن شويه، طبعا مع العلاج بتاع الروماتويد بدات تظهر اعراض ان انا بنزف، بيحصل لي نزيف كورتيزونات بقى وحاجات كده، بدأت تظهر المرض اكتر. انا كانت الاول عندي الاعراض دي موجوده بس ما كانتش جامده قوي كده، كان بيحصل لي مغص شديد درجه ان انا اروح المستشفى اخد كل المسكنات اللي موجوده، واطلع من المستشفى كاني ما دخلتهاش اصلا، بطلع تعبانه اكتر، ما فيش نتيجه، ما فيش علاج جايب معايا نتيجه، ما فيش مسكنات. بدأ الدكتوره بتاعت الروماتيد قالت لي لا دوري ابحثي شوفي ايه السبب اللي بيحصل ده، احنا كده مش عارفين ناخد علاجنا كويس. رحت لدكتور جهاز هضمي قال لي لا انت الوصف بتاعك دوت والنزيف اللي بيحصل ده والترجيع المستمر والاسهال لازم نعمل منظار معده ومنظار قولون. عملتي منظار طلع كرونز؟ طلع كرونز ديزيز. طيب جرعات العلاج قالوا طبعا انت بتاخدي بيولوجي وانت ما استجبتيش على العلاج التقليدي، فاحنا هنخلي البيولوجي بدل الاكتمرا هنخليه ريميكيت. طبعا انا عايزه في الفتره ديت انا كنت خلاص بعت حاجات من العفش، بعت ذهبي كله، ماما بعت ذهبها، كنا بنلفنا على الجمعيات كلها اللي تديك شهر واللي التاني ما تديش، بتضطر تجيب حاجات على حسابك. في الفتره دي كان ابني تعبان برضو وكنت بجري بيه، يعني هو ابني اول منظار عمه كان عنده سنتين ونص. عنده قد ايه دلوقتي؟ يعني انا تعبانه وهو تعبان، هو دلوقتي عنده 8 سنين. من سنتين ونص لحد النهارده ده مريض كروز. هو كان تعبان فيه. وبدانا بقى رحله ان احنا نغير البيولوجي، فروحت للدكتور اسامه عباده سالم، ان انا كنت ميته، كنت يعتبر كنت بموت. أنا كنت على فراش الموت، كنت انا على نفسي كنت بشهد على نفسي. قال لي لازم ناخد ريميكيت وحولني على مستشفى الجامعه عشان ابدا العلاج البيولوجي على نفقه الدوله. انا خلصت اجراءات نفقه الدوله بتاعتي شهر 4. العلاج ما اتصرفليش الا شهر 8، بعد ما خلاص اساسا الاهل قال يعني المفروض بقى ان العيان يموت بقى في الفتره دي. اضطرينا برضو ان احنا نلجا لجمعيات مره ونستلف من فلوس من هنا مره ونبيع حاجه هنا مره، بس انت لو عملتها شهر التاني مش هتعمله. انت صرفتي شهر 8؟ تعبان وبصرف عليه. صرفتي 8 صح كده؟ ويا ريت الجرعه كامله.
انا ليا 5 علب، ده امر من الدكتور بتاعها رئيس القسم، الدكتور اسامه ده رئيس القسم. انت مطلوب لك عشان انت مريضه مرضين، انت هتاخدي 5 وبالوزن، فانت هتاخدي الريميكيت 5 علب كل شهر. اللي اتصرف لي الجرعه الصفريه المفروض اتصرف لي 15 علبه، اتصرف لي 10 وجيبي الباقي على حسابك. شكرا لحضرتك. لا لسه 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 ثواني. مامت ادم، انا في معلومه عن مامت ادم، حقنك كنت بتاخديها ولا بتعملي فيها ايه؟ لا كنت بديها لابني لما لقيت. مامت ادم كانت بتوفر طبعا مش هينفع العلاج بتاعها لابنها، كنت بضطر اديها لابني. الحاله دي معانا بقالها حوالي شهرين. لا انت ولا هو هتستفيدي باللي انت بتعمليه، كنت بتعمليه ده يعني احمد ربنا اللي عملت كده. وهي غالبا كانت متشخصه غلط من الاول، هي غالبا كرونز والاعراض الهيكليه اللي هي عندها دي اصلا نتيجه الكرونز مش نتيجه الروماتويد اصلا. حاله ادم انتوا بتصرفوا من عندنا بقالكم شهرين مظبوط؟ بقالنا شهرين. تمام. اول شهر خدتي كام حقنه؟ خدت علبتين. علبتين لابنها؟ مستحيل ان حد يصد على الكلام ده. تاني شهر؟ 4. الحقنتين بتوعك عملتي ايه فيهم؟ اديتهم لابني برضو. هي ام يعني هي ام. احنا عندنا مشكلة حقيقية في القصة دي، ومفيش لا دور مدني ولا تطوعي ولا اي بيت يتحمل مصاريف. شكرا لحضرتك يا ام ادم. ودكتور عصام، كلمة اخيرة من حضرتك. هو لازم اتحاد يعني فعلا، لازم الدولة تتبنى مبادرة فعلا لعلاج الامراض اللي هي المناعة دي، و يعني لازم صوتنا يوصل علشان مرضى كتير بيعانوا. لازم يتحط بروتوكول محترم، مين اللي ياخد ومين يبدا معاه كورتيزون ومين ما يبداش معاه كورتيزون ومين اميران، عشان كمان امنع التلاعب. معلش احنا برضو ايه تلاعب، احنا بنحب ايه ده، بندي تلاعب يعني ما تزعلش من اي تلاعب شركات او شغل الشركات موجود. بالظبط. يعني لازم نمشي على نخلينا نمشي على دورات علميه محترمه وعلى علم، بحيث نفيد العيان او المريض المصري طبقا للدوريات العلميه ايه اللي احنا نقدر نعملها، واللي احنا مش اقل من اي حد. بس احنا اللي كل اللي بنطالب بيه انه يتشكل لجنه ويتعمل لنا مبنى، والمبنى ده يبقى فيه ابحاث وفيه خبره بيتاخد فيهم اراء لوضع بروتوكول محترم. هنوصل ان شاء الله، ومفيش مريض ان شاء الله هيعاني. تقريبا معانا حلقه ثالثه في القصه ديت، لان احنا لسه ما خلصناش ان شاء الله. ربنا يجعلها كده خالصه لوجه الله تعالى، وربنا ينفع بالعلم اللي حاولنا ننور الناس بيه. نتمنى ان الدوله تسمعنا. استاذ مساعد قسم المناطق الحاره كليه الطب جامعه اسكندريه، استشاري امراض الجهاز الهضمي الكبد والمناظير التداخليه جامعه بوخم المانيا، تشرفت بحضرتك. نورتنا يا احمد. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.